إذا حبك مصيبة يا هلا بالمصايب أنت ثامن عجيبة بعد سبع العجايب والهبة هبة أميرة من عذر فهمت فيه. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من خلال برنامجكم هل الفن. اليوم نلتقي مع فنان كويتي ولكنه طالع بقوة، عيسى المرزوق. حياك الله. الله يحييك. يا هلا وغلا فيك. هلا فيك. رحب فيك اليوم في قطر ونقول لك نورت قطر. منور بهلا يا حبيبي. نبي نبدا معاك من بداياتك. حلو. بداياتك شلون كانت؟ اول شيء امسي عليكم بالخير، ونقول لكم يعطيكم العافيه. الله يعافيك. راح اعطيك اجوبه ان شاء الله تكفي. يعني البدايات كاي انسان طموح، انت لازم اول شيء تحط لك هدف قبل لا تبلش، مو لما تبلش تحط الهدف. عمر البنيان ما كان كذي عشوائي، في هدف الحمد لله، في طموح، في موهبه من الله بسيطه انا هني عاد اكبرها وازيدها ولمعها بذكائي. يعني الله سبحانه يعطيك العقل ويعطيك الموهبه ويقول لك تفضل. حلو. انت كانسان شلون تستغل موهبتك، شلون تشغل ذكائك، شلون تبني شخصيه محبوبه عند الناس. فالحمد لله انا اليوم يعني ما اقول لك هي صارت بيوم وليله، انا من 2013 قاعد اشتغل على نفسي، ما اشتغل ذكائي الا قبل سنه. يعني انا هو خلينا نقول مش ذكاء، الخبره صارت في خبره، صار في نضج. مو خبره، مو خبره، خل الخبره، الخبره في خبراء يعني ناس غنى 30 سنه بس سبحان الله ما قدر يستعمل شريحة ذكائه وينجح مثلا أو يصير محبوب عند الناس. أنت اليوم لازم تستغل ذكائك، الخبرة شيء والذكاء شيء. يعني يمكن يجونك خبراء لهم عمر مثلا بصناعاتهم بإنجازاتهم، يجيك واحد سبحان الله توه جديد شقل مخه، تعادل مع هذين. فاليوم الخبرة مو شيء ضروري، الخبرة بالمسرح، الخبرة مثلا كأسلوب مع الناس، هذه خبرة مثلا. أما اليوم أنا لما ننجح لازم أستعمل ذكائي. حلو. فالذكاء عنصر جدا مهم. حلو. وبديت ومشيت الخطوات على خطة ثابتة. صحيح. دخلت في برنامج هو. صح هذا الكلام 2013. 13 وخدت الأول. لا ما كنت طلعت رابع أسبوع. بس في قناة الرأي قالوا إنك خدت الأول. هذاك برنامج قبلك صوت السهارة بالكويت. ايه؟ أنا كلمك الأول هذا. صحيح. هذا أول برنامج. صحيح. هذا الأول. ايه؟ 2012. إيه. ببرنامج محلي جميل تذي جلسات ما الحمد لله طلعت الأول. ايه؟ رحت سار أكاديمي طلعت رابع أسبوع. لأني كنت عنيد شوي. طلعت؟ إيه كنت عنيد والله. ما عجبك الوضع؟ ما عجبني، كنت عنيد وما أحب أحد يفرض علي شيء غصب يعني، فما رحبوا فيني بالشكل المطلوب، مع السلامة برا. لكن قلت أنا شنو؟ إنها ليست النهاية، إنها البداية. جميل. الحمد لله. جميل جميل جميل. يعني أنت ضد، خلنا عشان نطلع بس من هالمحور، أنت ضد برامج الهواء؟ لا مو ضد، بالعكس. البرامج هذه تسوي لك دعم. أيوة. تسوي لك فلاش جميل، انت اليوم لما تطلع من البرنامج عليك ضوء مو طبيعي. فانت شلون تستغل هالضوء هذا؟ انا لما طلعت من هالبرنامج هذا انا ما خلاص ما انتهيت، انا تو الفلاش علي، فالحين انا شلون اشتغل يعني واكون نفسي؟ ونزلت اغنيه 2013 اسمها انا اسف، واللي بعده واللي بعده واللي بعده، والناس حبتني فتره بنفس معينة. اللون، نفس لونك لا الحين؟ طبعا لون قديم، لون كلاسيك وشيء مرتب يعني شيء فني. اليوم انا لما اغني كنت أغني حق الشعب، أنا قبل لما بلشت كنت أغني لون فني بزيادة، مزيكا وحركات، منو يسمعها؟ أهل الفن. أهل الفن كم شخص؟ 100 شخص ويغلون الله يحفظهم. اليوم أنا لما أغني حق الشعب أنت تغني حق 7 مليار أو 7 مليون أو 6 مليون بالأرض، ما شاء الله قاعد يزيدونهم. فاليوم أنا لما أغني أغني حق 10 زعلانين ولا أغني حق مليون شخص مستانس؟ راح اروح حق المليون شخص مستانس. فاليوم انا اغاني تغيرت من جو لجو. حلو. صار جدا كلامها بسيط، كلام عامي، كلام يعني سوالف بين اللي هو كلام الشارع. خلينا نقول انت يمكن قلت مقوله، قلت انا حتى لو اغني الاغنيه الهابطه بس انها توصل ما عندي مشكله، لكن في بين قوسين بضيف على كلامك. ايه؟ ان تكون فيها احترام شويه. يعني انا ما اتمادى، يعني انا لو تقول لي اليوم اغنيه هابطه وانا ما احب الالفاظ هذه يعني، والحمد لله ما غنيت شيء هابط، لان لو هابط اليوم انت ما استقبلتني ولا الجمهور رحب فيني. نعم. كان يعني نغير شويه، مثلا اجيب كلام عادي، مثلا مال كف. الحين عندي اغنيه تقول مال كف، شنو؟ مال كف انت ليش كذي جميل؟ هل هذا هابط؟ غزل. انا اليوم لما اتغزل بشخص عفوي راح اقول انت مال كف، انت ليش كذي جميل؟
شوف شلون انت ابتسمت، فشلون لما انا اغنيها مع الجمهور والجمهور يكون مستانس؟ هذا الذكاء. شريحتك كلهم يمكن خلنا نقول صغار مراهقين، متعمد انت 70 او 60% مراهقين، لكن 40% في ناس كبار. اليوم انا لما اغني مستحيل الارض كلها صغار، مستحيل. نص بنص، انا وازن هني وهني. بس اليوم انا قاعد اغني حق الجيل الجديد، لان الجيل الجديد هو اللي راح يكبر معاي. يعني مع احترامي حق الكبار، خلاص لهم ذوقهم، لهم مغنينهم. انا اليوم لي شعبيه جديده، هم اللي راح يكبرون معاي. يعني بعد 30 سنه ان شاء الله يمكن انا اصير نفس الفنانين الكبار اللي مثلا انت شلون مثلا احنا نسمع محمد عبده، ونسمع مثلا عبد الكريم عبد الغادر، عبد الله رويشد، هذين لهم تاريخهم. فمثلا امي ولا ابوي لما يسمعون هذا يقول الله، تذكرون اسمع الاغاني القديمه. فاليوم نفس الشيء، هذا الجمهور راح يكبر معاي، فكل شيء راح، العصر راح يتغير، العصر يتجدد، فاحنا لازم نتجدد معه. انا ما يصير يعني سنه 90 نفس ما قلتها انا تستعمل نوكيا، الحين لازم استعمل نوكيا، لا لازم استعمل ايفون، شيء جديد مع العصر. انت مدعوم في الكويت؟ داعم نفسي ولله الحمد، ما في عتب؟ لا الحمد لله داعم نفسي. لا لا انت مو عتبان عليهم يعني؟ ما يعني لحمد. عندك جماهيريه ما شاء الله، الحمد لله الشعب داعمني ولله الحمد. يعني الشعب داعمني الحمد لله. خلنا نقول كملحنين كبار، كمطربين كبار، يدعمون هيثم المرزوق؟ لا. ليش؟ يمكن يشوفوني منافس. يعني انت ولدهم وشاب وتوك طالع، انا اخذ بيدك وطلعك. اذا انا ولد اليوم، اذا انا ولد الكويت، الحمد لله انا عندي الشعب هو ظهري، انا مالي شغل باي فنان ثاني، اي فنان ثاني لو يطلب عيوني ما رده. لكن مشكور وبيض الله وجهك، ما ابي منك مساعده، لان اليوم انا كونت نفسي ومو حاب اي احد يحط خلطته على عيسى المرزوق. نرجسية؟ جدا. لا طبعا ما عندك مشكلة، ما عندي مشكلة. يعني شنو سبب هذا الطموح؟ في معاناة سابقة، في مثلا خلنا نقول كسرة خاطر قديمة؟ بالضبط، وايد كسروا بخاطري يعني قبل. ايه، لكن اليوم لما وقفت على حيلي لا حد يجيني رجاء. اها، لاني تعبت على نفسي. لا تجيني وانا غوي، المفروض تجيني وانا كنت يعني ها جديد فرش. لما الحديد يقوى ما تقدر تعوي. حلو حلو حلو، الله يوفقك. الله يطول بعمرك عيسى. طبعا في عتب عليك ان انت نجحت في اغنيه عراقيه وانت كويتي. شو المشكله؟ المفروض يعني انا اكلمك بالصحافه. حلو، نقد مجالس فنيه يقولون المفروض عيسى نجح باغنيه كويتيه بعدين طلع للون العراقي. غلط الكلام، انا نجحت باغنيه كويتيه بعدين نجحت باللون العراقي. وثاني شغله، اي لون نقدمه نحترمه، لانه هو يعني اليوم لون الشعب. انا احترم جميع الشعوب. اليوم انت لازم تعرف ان انا قد اغني حق الشعوب، حق المحبين. انا مالي شغل باي سياسه او اي تفكير. انا اليوم لما اغني اغني حق الشعب، انا مالي شغل باي شيء ثاني. فاليوم لما اغني لون عراقي ولا اغني لون كويتي ولا اي لون ثاني، انا حر حر والجمهور حاب كذي. يا اخي ما يصير اناني بس اغني حق الكويت. في الناس لها حق علي، اي دوله لها حق علي. لا بس هم يقصدون يمكن البدايه بس. لا ما له شغل، غني انا ثامن عجيبه بلشت اللون الكويتي. اخر حبه من الحلوين لون كويتي. قنابل راحت لون عراقي، ما يمنع يا اخي، نوع لا ما يخسر. بعيد عن الخبيتي انت؟ ما احب الخبيتي، مو مع لغاء الخبيتي، بس بالحفلات احبه. ليش؟ اغاني شويه ستايل، انا وايد انجلش تكون فيها اصوات غريبه، بيت انجليزي ما يكون يعني خلاص شيء مستهلك ما نبي. بس هذا ما يعني يمكن في الحفلات تلقى، الحفلات لا لازم تلقى الايقاعيين يروحون خبيتي. بالعكس اليوم شوف، اليوم يلعبون معي طنبوره كويتيه، يلعبون معي خبيتي، شكل هذا لان حفلات. أيه. اليوم بس انا كاغنيه سنجل، كاغنيه مثلا سنجل، انت تروح لونك للمعتاد، خلطة محمد الشطي اسمها، محمد الشطي موزي، قدم له تحيه ايضا. طبعا. طيب قل لنا خلطه محمد الشطي هذه. محمد الشطي انا اسميه كيلر ماشين. ايه، انسان يحترم ذكائي لدرجه انه مستعد يتنازل عن غروره بالتوزيع ويسمع كلامي ويسوي اللي انا ابيه. الله، هذا الانسان اللي قاعد يساعد. اليوم لما انا اقول محمد سوي كذي، ما راح تجي له النف هذه، يعني سالفه الغرور. لا انا موزع، ليش اسوي اللي انت تبيه؟ يعني هو ما يقدر يفرض علي شيء، بس قاعد يتقبل علي، قاعد يتقبل مني انا. يناقشك؟ طبعا يحترم فكري. ايه. اليوم لو هو اشتغل بروحه ما راح ينجح، ويمكن لو انا يمكن لو اشتغل بروحه ما انجح، بس لما سبحان الله في كيمياء، في تفاهم بيننا، فكل ما نكون مع بعض، كل ما نشتغل مع بعض، اللي هو المطبخ الفني. سوينا ثامن عجيبة، نسوي كذا، ايش رايك نسوي كذا بالضبط. سوينا ثامن عجيبة مع بعض ونجحت. الحمد لله سوينا اخر حبة ونجحت، سوينا فوبيا ونجحت، سوينا قنابل ونجحت. فمعناته الحمد لله في وقبل كل هذا في محبة. اليوم لما تشتغل المحبة
الشغل يمشي. أهم شيء صراحة بين الشاعر والملحن والفنان في خلنا نقول النية الصافية. صحيح. إذا النية صافية العمل ينجح. صادق. طيب خلنا نتكلم عن لون الهيوة. حلو. أكثر الشباب طايرين. أنا قبل كنت أموت على الهيوة. إيه والحين. لما أسمع استأنس عليه بس ما قمت أقدمه. ليش؟ استهلك. ما أحب المستهلك أنا، أحب كل شيء جديد. استهلك ولا يمكن عيسى عنده خلطة جديدة؟ أنا لي خلطتي بالجديد. إيه؟ بس إنه ما أحب يعني خلاص شيء مثلا الحين كل الناس مثلا تستعمل الساعة أنا راح أستعملها، لا أحب أتميز. أسوي خلطة خلي الناس تقلد عيسى. وبالعكس أتشرف لما الناس تقلدني، دليل هذا إنه شيء ناجح. وبالعكس عين اللي مثلا أحد يبينا أساعده بشيء أعينه. حلو. أساعده. ما عندك مشكلة. أساعد الكبير والصغير. واللي يذوق المر ما يذوق غيره. الله. يعني أنت ما شاء الله عيسى مثل ما قلت اللي يذوق المر ما يذوق غيره. أنت صحيح. تحب تساعد. طبعًا. مع أنه يمكن أنا من وجهة نظري لو أنت تروح الحين في نجوميتك حق فنان أو حق حد كم ما يساعدك. مو محتاج. الحمد لله اليوم فنانين كبار يطلبون مني أشياء. آه. ومو قاعد أقصر معهم. بس في أشياء قاعد أحاول إن أنا عانت فيها وأرفضها. ليش؟ على سبيل المثال لما يك فنان كبير يبي لحن من عيسى المرزوق، عيسى المرزوق قاعد يرفض. طماع عندك لحن؟ طبعًا عندي لحن. ليش ما تعطيه؟ طماع بلحاني، أحب شغلي. لا مو طماع. لأن لما كنت أقدم لحاني كان يستهزئون في يعني يستهزئون فيها. إيه. بس اليوم أنا يعني لا تجيني لأني نقطة قوة، ما أحب الاستغلال. لو تجيني عن محبة قسما بالله ما أردك. عيسى خلينا نكون صريحين، فنانين كبار عندكم يعني أو في الخليج مثلاً، فنانين كبار لهم اسمهم. طلبوا الحان ورفضت. طبعًا. أنت اليوم قاعد تعج أنا عيسى المرزوق أثبت نفسي بجدارة ولله الحمد. يعني على سبيل المثال أنا مغني بالغرية العالمية، الحضور 70,000 بيوم مو عطلة. هذه كلها من الله. لما الله يحبك راح يحبب خلقه فيك. طيب خلنا نقول ليش مو عيسى المرزوق يكون ملحن حق فلان وحق فلان وحق فلان وينشر اسمه؟ لا مو محتاج. أنت ما تحب هذه؟ مو لا أحبها. إيه؟ بس قلت لك حق الشخص اللي يستاهل. بمزاجي. في أشخاص عندك يستاهلون؟ طبعًا في وايد ناس تستاهل بغير ذكر اسماء. من جيلك خلنا نقول. جيلي وفي فنانين كبار. لا خلنا من الكبار، من جيلك أنت في. من جيلي في ناس تستاهل بالعكس. كلهم يستاهلون زين إن شاء الله. وما راح توقف علي أنا يعني مو ضروري ياخذون مني أنا. لا حلو بس إنه يعني أنا أحس إن اللي من جيلي شوي في منافسات. لا بالعكس ما طالع منافسة. ما أنا عمري ما شفت هالمجال هذا منافسة. ليش؟ لأن إذا أنا بقعد أتنافس ما راح أخلص. راح أخلص عليهم واحد ورا الثاني. اليوم أنا لما أغني قاعد أغني عن حب، قاعد أغني عن حب للجمهور، مو قاعد أغني إن أنا ترى بفوز على هالشخص ولا بفوز على هالشخص، هذا آخر همي هذا ولا راح أوصل. إذا أنا ما قاعد أسبح بالمسبح هذا، إذا أنا بطالعك أنت راح توصل قبلي. صح. بس إذا أنت قاعد طالع سيدة أنت راح توصل قبلي. صح. طيب أنت تقول الفنانين الكبار طلبوا لحن منك، أنت ما تفكر إنك تروح حق ملحنين كبار مثلاً أو شعراء كبار؟ بالعكس بلى أنا أقدر أروح واطلب منهم بالعكس. خلنا نقول خلنا مش تقدر فكرت تروح؟ فكرت إيه طبعا في عندي فكره ان انا محمد في ملحن الله يذكره بالخير من غير ذكر اسماء بخاطر اشتغل معه احب شغله يا اخي. اذا انت ليش ما تقول اسمه؟ شيء حلو علي ترى. صابر يستاهل نقدم له تحيه. نقدم له تحيه. انا ما احب ما احب عشان يقول ايش معنى. بالعكس 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 هذا شيء حلو. انت لما تذكر الشيء الجميل نذكره. احب الحانه. ايه فما في شفاف ما في مشكله اذا انا طلبت مثلا ان انا اتعامل مع الانسان هذا. جميل. طيب عيسى تسمح لي بس اطلع فاصل قصير؟ طبعا نطلع عشان نشرب عصير بعد. حبيب حبيب. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين لكم، لا تروحون بعيد وخلكم معنا. عودة جديدة لكم مشاهدينا الكرام من خلال حلقتنا اليوم مع الفنان الطموح واللي جاي بقوة. أنا ما أحب لغب فنان ترى. عيسى المرزوق ليش ما تحب لغب؟ أحب تي أن تي. تي أن تي السبب؟ قنبلة. قنبلة. إيه. يعني أنت بي خلاص الناس يسمونك القنبلة. إيه تي أن تي. إيه تي أن تي يعني عيسى تي أن تي. مرتب. إيه مرتب. لا لا مرتب نفسك. وزن إيه فيها وزن إيه تي أن تي. دارس الموضوع يعني ما عندي. الله يوفقك. الله يطولك. طيب على طاري الدراسة هذه عيسى عندك أنت فريق. يعني تقعد مع مجموعة تقول نبي نسوي كذا نعمل كذا حتى الموضوع القنبلة تي أنتي عندك ناس قاعدين يقولوا لك ولا من راسك؟ والله من راسي يا أخوي.
يصير والله العظيم شمر. والله العظيم ما يعني ما مو قاعد اكذب عليك ولا قاعد الف ادور ولا قاعد ميلح ولا اسوي روحي فاهم لا انت واضح ما شاء الله عليك قاعد يجيني الهام سبحان الله من الله كذي فكره كل فكره تطلع انفذها ما احط حساب حق الموضوع وهذا كل ما يكون شيء عفوي وبسيط كل شيء بسيط جميل البساطه بحد ذاتها جمال يعني انت ما تفكر ان يكون عندك فريق مثلا او مدير اعمال بلد. او ما عندي مدير اعمال محمد الشطي نفسه موزعي ايه هو مدير اعمال ايه وعندي شركه بالمخبه مسكت شغلي يعني الحمد لله عندنا فريق عندنا تيم بس اليوم انا قاعد اشتغل فردي فانا مو محتاج كل اللويه من راس لراس قلت لك البساطه جمال حلو اما لو بسوي شو هذا طيب تبي تشرب عصير؟ لا يا حبيبي من بعدك اشرب نشرب والله اخاف في سن نشرب مع بعض نشرب مع بعض عادي ما عندك مشكله تذبحني ولا لا لا حبيب عصير برتقال جميل بس يجيب الحارج قول لي ليش ما تغني في العراس؟ ما احب ليش؟ اليوم انا ماشي على يعني لون معين متى ما وصلت له ان شاء الله انا اليوم ابي اكون فنان عربي فنان خليجي فنان عالمي إذا أنا بلتفت حق المادة ما راح أخلص العروس واضحة حق المادة أيوة. أنا مهمتني المادة كثر ما أنا يهمني إن أنا أوصل حق الهدف مالي متى ما وصلت حق الهدف المالي الهدف مالي أنا شقيت حكي بسرعة بس خذ راحتك عيسى ترى أنت يعني خلنا نقول حتى للمشاهد البساطة أحمدي طبعا نشرب عصير ونسولف ونضحك أخوان وربع وقاعدين أكيد والله أي والله أنا يهمني وضوحك يعني أبي أعرف أنا واضح قلت لك أنا اليوم ما تهمني المادة لأن يهمني أن أنا أوصل حق الهدف مالي بعدين عاد ذيك الساعة أفكر بالمادة ما في إنسان ما يحب المادة لكن إذا بيكون همك الأول والأخير المادة ما راح تنجح حلو أنت قلت خليجي عربي عالمي بإذن الله تعالى الحين وين أنت؟ أنا عربي عربي نعم باقي الخطوة العودة عاد وعربيا أنت تحس أنك يعني قاعد تنتشر طبعا الحمد لله طيب ما تحتاج مثلا تعاونات مع فنانين كبار؟ بلى بس كمثلا انا بغني اليوم حق مصر مثلا احتاج يجيني ملحن ذكي من مصر هو ابوه هو يسميها وانا اللي علي انا اغنيها يعني مو ضروري تعمل ديو مع حد لا لا مو محتاج ديو الحين ابدا مو محتاج مو وقته باختصار ايوه مو وقته الحين الديو بعيد عن راسك دام ان الطقه ماشيه كمل عليها انت بعيد عن الديو؟ اي والله بس في اخبار جاتني ان انت راح تعمل عمل عالمي مع فنانه منو عاد هذه اخبار عاد بعد ما يصير اعلمك انا بالخفايا اللي عندي انا عندي تصوير كليب مع ايه حلو مع فنانه اجنبيه يعني عطنا التفاصيل لا ما دام انت بيسحب مني حكي لا والله يا عيسى لا والله بس لانك انت شوف ترى الكلام يجيب نفسه يعني الاسئله مش موجوده والله انا من ساعه ترى اسولف معاك هذا اقول لك ولا سؤال موجود بس انا ما ودي اقول لك شيء وما يصير هو في خطه ان انا الحين عندي كليب ان شاء الله بميكانس انا ولينزي لوهان حلو اغنيه اجنبيه دارسينها ومخططينها ان شاء الله على اساس انه بس يكون السيزون عندهم راح نروح نصور وعندي ان شاء الله تصوير بل اي بعد شهر شهرين بالكثير حلو وحفله بامريكا حلو حلو بعد شهر شهرين يعني بعد تحب الاخبار يعني لا والله بالعكس ترى مو بس لي حتى حق محبينك اللي قاعدين يتابعونك الحين اي والله يعني الحين في ناس ترى ينتظرون الحلقه هذه ليش والله عيسى شنو بيسوي عيسى شنو عنده ايش الجديد ايش اللي كذا كل لكم باختصار يعني ايه تحب تسمعهم شيء حاضر عشان شوي نروق معهم طبعا أبرسل لك قنابل شوك تضمك من تحت لفوق عجبني هواي أنا شكلك وعيونك خيالي يول كلون بيك لوك مصيبة شقد جميل وذوق يغار الحسن من وصفك أبيك بكل حسني يضال قلبي بي محروق غربلني أنا المخلوق قلت لهم يجيبوا اسمك وقال واصبر شوي أنا جاهز ترى لحربك
أحبك حيل بعد أمرك وحبسك بوسط قلبي يا نبضي تدق بي ويا نبضي تدق بي. الله 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 إحساسك جميل يا بعد قلبي. إي والله شكرا لك ما شاء الله عليك. يعني أنت قاعد تبعث رسالة الحين من ناحية هالأغنية. خلنا نقول أنا يمكن أنا كلاسيكي شوي حلو. بس من ناحية هالأغنية ومن خلالها أنت قاعد توصل لي أنا مسج أنه لا ترى أنا عندي إحساس أغني التراثي كل شيء موجود أغني الأغاني الطربية كله موجود الطربي بس أنا بغير أنا اليوم لما أنا يغني يعني على سبيل المثال يوني عيسى أنت صوتك جميل ما شاء الله ليش ما تغني كذي؟ مو لأن صوتي جميل أنا عادي عم أغني لك ليه باكر كلاسيك بس ملينا ليش كله جروح ما جروح وروح يا أخي الله يجيب السعادة خلنا نغني شيء يسعد الناس. أنا اليوم إذا بسمع شيء حزين يا أخي دش على اليوتيوب خط طريق شاليه رايح بالليل بعد الساعة 3 الفجر بس طول ما أنا على يعني مثلا وقت اليوم أبي أنبسط أبي أستانس يا أخي ليش النكد خلنا نستانس. حلو حلو حلو. طيب في عندك مثلا فنان معين أنت حاطة قدوة أو حاطة مثلا قدامك وتحب أنك توصل نفس مسيرته بتاتا؟ مايكل جاكسون والله العظيم اليوم انا ابي جماهير مايكل جاكسون اليوم ابغى اغني على عايز لحظه هذا طموحي والله. معليش بس انت رحت لامريكا ما ادري وين وليش ما اروح انا احسن مني هو اسك سؤال لما نبلش ايه كان واو لا حبه حبه صح مو بعيد اليوم احنا اليوم كعربيا ولا خليجيا اليوم انا اصعد حبه حبه والله صح يا اخي كرم الله لا يتاخر انما ياتي في الوقت المناسب. نعم ننطر ونشوف يا اخي 8 شهور انا مشتغل على عمري اعطوني 5 سنين بعد 4 سنين بس انت تحاول انك تكون مستفز في الساحه ولا لا والله مالي بعد سبحان الله الاستفزاز فيني يفرض نفسه بروحه يعني سالفه مثلا لما اكلت اللحم من ذهب هذه تعسفت والله زين انت كنت متعمد لا والله قسما بالله ياني اعطاني اياها كذي عليك بالعافيه قال لي مرحب فيني المطعم زين يا اخي لو ما اكل لحم ميت اعوذ بالله مو كذي استغفر الله العظيم والله العظيم شنو هالهجوم هذا اللي صار ليش يا عمي ورق دولارين 3 دولارات تطلبه اعطولك على اللحمه ويصير شكلها جولد وقابل للأكل هو أنا لو هذا ذهب شان بايع ليش أروح أكله زين أنت طبعا أكيد لازم الواحد يرد يقول أنا كذا وكذا أنت شنو رديت أنا رديت قلت لهم أنا لو أكل خشب ولا ألمنيوم بطني يا أخي كيفي واليوم أنا لما قاعد أكل حر وأنت تقدم لي عصير أقول لك لا آسف لا عيب صح يا أخي ما صورنا شو المشكلة شيء حلو ليش ما يتصور بس يعني فنانين كبار غلطوا علي وبكومنتات اكتبوا لي انت مو انسان انت مش دعوه زين انت ما شاء الله الحين الفلوس اللي مطلعينها من العروس ومن ملابسكم ما عرفتوا تتصدقون فيها ولما انا كليت قطعه لحم 80 دينار طلعتوا عيني يمكن يبونها من الله مستهدف طبعا ينطرونها طبعا الشجره المثمره تغدف زين بس انت عقب رديت رحت شريت حاجه بشيء وشويات طقيت لي دايتونه فول جولد عزك الله جوتي الفي فول جولد ونزلت يا أخي مستفز تقول لي مو مستفز لا سوي لا ينرفزوني والله بحالي يعني. يا أخي وأما بنعمة ربك فحدث جميل الله قانم علينا يا أخي وحمد الله شوف قبل كل هذا أنا اليوم ما أستفزك بحلالي ولا بشيء يعني وهذا استغفر الله اسمه إسراف أنا ما أحب الأمور هذه اليوم أنا لما أسوي شيء أسوي بيني وبين ربي صدقتي زكاتي لأسويها شنو أقدم حق نفسي عند الله نعم اليوم لما اصور انا تصدقت هذه ما منها فايده صح صدقت فاي شيء قاعد نسوي بيننا وبين الله الحمد لله والامور الثانيه خلي الناس تشوفها شو المشكله يعني دام احنا ما تعدينا الخط الاحمر صحيح طيب انت شلون في السوشيال ميديا ناشط الحمد لله يعني احب اكون مؤثر بشكل جميل انا اتوقع الاطفال يشوفوني بارني يعني بالكويت اروح مجمعات بعبالهم بارني يلموني يعني انت تعتبر قدوه عيسى اتمنى اكون هالشيء هذا وقاعد احاول ان اكون قدوه اجمل واجمل واجمل اليوم اذا انا ما قدرت اكون قدوه يكفيني ان اكون شيء يسعدك طيب عيسى يعني أنت الآن خلنا نقول أن أنت شخصية مؤثرة صحيح ويمكن كلمتك محسوبة عليك صحيح بالذات على الجيل الصغار لو مثلا عيسى يقول أنا أحب كذا كلهم راح يحبون الشيء الفلاني صح لكن أنا كثر ما أقدر ما أحاول أخلي الناس تقلدني يمكن في الإنسان يا أخي مو ملاك يمكن أنا غلط ما أتمنى أحد يسوي الغلط اللي أنا قاعد أسويه صح. اليوم اختاروني الحمد لله من أفضل 100 شخصية يعني بالسوشيال ميديا في قمة رواد التواصل الاجتماعي بتبين ما شاء الله بس ما أتمنى أن أنا أكون يعني لو عيسى يسوي كذي أنت تسوي كذي يا أخي أنا غلط يمكن لا تغلدني بكل شيء أخذ الأشياء الحلوة والشيء ينقطع
الانسان مو معصوم من الخطا، وبعدين بعدين يبقى الفنان لا ويبقى الفنان مزاجي يعني انت اليوم في رتم بكره تكون في رتم ثاني، هذه ترى معروفه عند الفنانين. انا جوكر على فكره في كل وقت، ها 24 ساعه ما في يعني وقت ما ادري تصير شخصيتي. بس شوف الشيء الاساسي تربيه الاهل، مهما ربوا عيالهم يعني بيكون الموضوع على الام والابو، طبيعه البيت طبيعه العيشه. اليوم انا شيء تكميلي بحياه مثلا المتابع شيء كذي طلاطيش وناسه يشوفني، ما راح نوصل مرحله ان مثلا انا اسوي كذي خلتني لا، ياخذ الاشياء الحلوه. طيب عيسى، طبعا احنا ما شاء الله ترى وصلنا لختام الحلقه والكلام الجميل معاك يا بعد قلبي يعني بسرعه مر. انا صراحه طمعان اني اسمع منك شيء. تبشر، حاضر على ذوقك. حاضر، انا كلاسيكي بس لا انت عطني لونك عاد. تبي لوني؟ ايه بغني لك شيء من اغاني كلاسيكي. يلا. شقد حاولت اعوف وابتعد وانسى، تجي ببالي محبتك والعشق والشوق، رغم كل اللي حصل وياي ما اميت، لين حب على حبك كل شيلك تمنيت، لو بس اشوفك جاي تقضي العمر وياي، مشتاق لك هواي الغالي، حنيت إيه بس لك حنيت، قلت لي أجي وما جيت، يا قلبي ما حسيت تعب حالي. صوتي تعبان من الحفل أنا. لا لا جميل والله جميل. بعد قلبي. إي والله. أنا شاكر لك تحت هذه الفرصة. أنا شاكر لكم. إن شاء الله ما تحرمنا طبعا من زياراتك. لا إن شاء الله. الله لا يحرمك. نطلع معك في حوار مطول. يا بعد قلبي. أبرك ساعات. وناخذ الجديد منك إن شاء الله. أبرك الساعات والله. إي والله. على راسي. في جديد قادم قريب ولا؟ من ناطر الجديد إن شاء الله، في جديد غنية إن شاء الله باللغة واللهجة المصرية. إيه. يعني باللغة العربية ولهجة مصرية. حلو. غريبة شوية. راح تسوي ضجة بعد؟ إيه ناوي على ضجة جديدة. ضجة شلون؟ ضجة إيجابية ولا؟ إيجابية و... كل واحد كيفه. كل واحد عادي يأخذها مثل ما يبي. تسوي ضجة إن شاء الله. زلزال جديد. شاكر لك، شاكر لك. الله يحفظكم إن شاء الله. مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا من خلال برنامجكم هل الفن، تقبلوا تحياتي وفي أمان الله. خبر قصر نصابي ترى على طول هاي برامج. مخرج يلا بيل بطح لنا صاروخ. انت تربي تضحكني. لا ما يصير، لا تضحكني الحين خلاص. كيو خلكم معنا. اشرب عصير. اشرب ذهب. لا ما راح اشرب انا. يلا يلا.